بسمة مرحبا بكل الأخوات والإخوة. في البداية لابد أن أبدأ ونحن في أجدير ونحن في إقليم خنيفرة وجهة مكناس تفيلات بقوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. الأخوات والإخوة، قيادة حزب الاستقلال اختارت أن تحتفل معكم في أجدير بالضبط، والتي ألقى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابا تاريخيا منذ 2001، وهو الخطاب الذي كان له الوقع الكبير على كل مغربية وكل مغربي، باعتبار أن الأمازيغي هو الرجل الحر، هو الرجل المقاوم، هو الرجل صاحب الأرض وصاحب فكرة وصاحب قضية، باعتبار كذلك أن المغرب هو أمازيغي بامتياز، ولا يمكن لأي مغربي أو أي مغربية أن يقول أنه عربي أو أمازيغي، بل نحن واحد، نحن أمازيغ ومغاربة. ولهذا بهذه المناسبة أهنئ كل مغاربة ببداية السنة الأمازيغية المغربية 1965. قيادة حزب الاستقلال اختارت منذ تحملنا المسؤولية الاحتفال بهذا اليوم، وكذلك جعل من هذا اليوم هو يوم وطني وعطلة لموظفي حزب الاستقلال في كل الأقاليم. وهذه السنة قررنا أن نوابنا في البرلمان بالغرفتين قاطعوا اليوم مجلس النواب للحضور معكم اليوم باعتبار أنه يوم عطلة. هذا هو حزب الاستقلال. ولما نتحدث عن كل شخص وعن قيادة حزب الاستقلال، حزب الاستقلال مكون من الاختلاط المغربي من كل القبائل، من كل الجهات، فيها الفاسي وفيها العربي وفيها السوسي وفيها الأمازيغي وفيها الريفي، وأنا الذي أتحدث معكم من أب عربي وأم أمازيغية، لأن قبيلة البرانس هي قبيلة أورب الأمازيغية التي بايعت مولى إدريس. ولهذا هذا الاختلاط ديال 12 قرن بعد تأسيس الدولة المغربية هو اللي تيجعل القوة ديال المغاربة جميعا وتوحدنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.